مريض عامله مريض مضروب في راسي اكثر صبعي كيف يتور وريره شوف مال مسمن هنا شوف 54 غرزه في راسي مال يعني كان ما جاش ولد حومتي هذايا هززني كان انا ما جاش ولد حومتي هذايا مقابلنا هززني هو ورسم من تنزيعهم ما نلقاش حتى حد السيد هذايا شوف عمره 45 سنه هاك تشوف فيه اخذ شعر اخذ حالك اخذ يديه اخذ يديه اخذ فمه اخذ يعني تحبوا تعاملوا زويوله ها زويوله بالرسم هذايا السيد هذايا ابوه ميت امه ماتت لا عنده كرني دوي لا عنده بطاقه تعريف عنده اخته زيدا كان تجي وتشوفها اكثر منه هو فهمني الليله يتعشاو الليله ما يتعشاوش يخدم معينا الله وساحة لبدين الحمد لله ولد حومتي ومتربيه مربيه ما نجمش هذا الشيء راسو ريتو كي ياخذ الشمس ساعه يتراوز كي نقول له خذ برا ارتاح ارتاح هكاك جايبه هكا باش ما نمدلوش انا باش انا ما نمدلوش باش ما يقولش هو راه كيفاش معناها يتحقر ولا هكا يجي يهز ويقف ونعطي فيه هكا ربي يعلم راهو زوال لا قلت لك لا عنده كارني دوي نورمالمون هذا الشؤون الاجتماعيه ما نعرفش انا والي بلديه معتمد يجي ويعملوا له ذا يعملوا له كشك عليه اللي ماخذين له الكشيك عندهم فراري وعندهم مرسيدسيه تبدا واخذ اللي عاملين عاطينهم الكشيك ها والزويوله تعطوه ها والزويوله ها والزويوله مش بالمحابيات واحد ياخذ كشك مقابل كلينيك والاخر ياخذ والزوال يجيش يعمل براك يحقروه ويزيد يطيحوه له ويطيحوه هو يبدا قاعد فيه ويطيحوه له ها عملوا له حل هذا عنده أخته هذايا ما يهزش ما يجيش يخدم معايا ما نعرفش أنا ما نعرفش ما يتعشاوش من الآخر ما يتعشاوش غلطت قبل الثورة هذايا شاب حبس وراه وريته أسهل عليه راه في الكي يعمل مشاكل لا يعمل مشاكل مع نساء حومتنا كلها تحب بنات حومتنا كلها تحب ورجال حومتنا كلها تحب هذايا مشكلته هكاك مشكلته في روح ها هو السيد هذا مش من حومته انا وانا مش ما نسكن بعيد عليه شويه ونعرف عائلتهم وكل شيء ظروفه تعبه على الاخر وانسان يحس حق اللي عانى نورمالمون رانا عاطينه كشك ولا عاطينه بلاصه انسان معناتها ضعيف الحال معناتها كان معمولكم من ربي عندهم باش كرني اسفل لا عنده كرني ابيض لا عند ما عنده شيء هذا ريتو كده هذا لا بطاقة تعريف ما عنده شيء ما يعرف شيء لا يعرف يكتب لا يعرف يقرا لا ما يعرف شيء مسكين ريتو ما يعرف شيء مشيت للعمده مشيت معتمد شريت شيء ما حبوش هزت لهم اوراق هزت لهم شيء ما حبوش يحقروه ما يسمعوش العباد مشت بعدي واخذت يمشوا معناتها كالناس كما يقولوا فيها ولد بالوجوه بلا معارف انسان قليل انسان ضعيف كما هذا والخوف كل شيء من ربي سبحانه وتعالى لا يا سي قيس سعيد انسان راه ضعيف الحال يا سي قيس سعيد نقول لك انا كلمه وذية يا سي قيس سعيد نقول لك انا كلمه ذية انت تحب الزويوله وانت قارن فيك ما نعرفش احنا بعد ربي تجي انت ها هوم اجا لي انا شوف شكون عنده كشاك وشكون اللي عنده منصب وشكون اكل كشاك اللي داير هذوكم شوف شكون هذاكم مال البوليس واللي يخدم في الديوان يخدم واللي عنده شركه عنده واللي عنده من على الشنيه كلها ها من الزويبل ها يا سي قيس سعيد انا كان ما جاش هذايا ولد حومتي نذيعها والله ورحمتهم انا احكي لك انا من الاخر كان ما جاش هذايا ولد حومتي معايا عمري 45 سنه لا معارك لا حد شيء معلم اصغر منه بولاد ولاده بولاد حتى عبد الحارس ما نجمش يعرف ها عاونوه ها اخويا هاو عنده نمره اخته نعطيكم انا نمره كلموني نعطيكم نعطيه نمره اخته وانتم اتصلوا باخته وتعملوا كل اللي يحب يعمل يتصل باخته ما يتصلش بيا انا قداش نمره 99 22 68 99 22 68 انا ريتو هذايا ملي هو صغير هكايا ملي صغير هكايا متربي معايا انا مفتاح داري ريتو هكا هو كيفاه حالته انا مفتاح داري ما نعطيه لحد نقول نبدا بعيد نمد له مفتاح نقول له برا بسعيد جيب لك القضيه هكا وهكا من الاخر ملي هو صغير هو معايا لا خطبت تاع الناس لا فكيت تاع العباد ولا ظلمت العباد الله غالب عندي صحيح عملت مشاكل صحيح ما زريتش العباد
لا سرقت بتاع الناس ولا فكيت بتاع الناس ولا عملت حتى شيء. وتو مريض انا هاني قلت لك انا كان ما جيش ولد حومتي هذا نصور معاه نهاير راني مبات انا وقت ما نتاع شير. انا ريتني انا زوالي انا نحب هكاك المجتمع اللي كيفي انا واللي اقل مني هكاك ما نحبش انا اكل هاي وكل واحد هذوك نكرهه بصاحبي نكرهه من جمله حتى السلام ما نحبش نقول يا ودي انا ريتني حتى كيما ما نربحش كي يبدا يروح هذا يروح ياكل هو وقته انا نجيني نوم في المخد من الاخر صاحبي على الاخر باهي ريتني انا كيما حتى رسميلي من رزاش مرزعش رسميلي اللي دافعوا انا نعطيه هذا نقول له برا خويا هاك وبرا خويا كي هما يتعشاو راه انا نهز زكيه شويه خل شويه خضره زوز باقيات ويدخل بهم ويتعشاو ويسكروا باب دارهم ومن غدا يقوم ريبيلوت. نتمنى خويا انا برشا حالتي تعبه برشا ما للتوب معاش مخنوق برشا في رقبتي طفله فلقيت لا نتحرك لهك تعب بالرسمي تعب في حياتي بالرسمي مش نكذب عليك نقول لك مانيش تعب في حياتي بالرسمي فالوختي اكثر من روحي هو يقول لك انا كيفاش اختي نتعامل معاه خايف عليها اكثر من روحي نقول لهم يرحم وديكم عاونوني عليه زويولا رانا مشينا في العفس هكاك ما كل شيء خافوا ربي عاونونا شوي يرحم والديكم هذاك ما نحبوا لنحبوا تكبر نحبوا نستغنوا على العباد نحبوا هالشيء نحبوا نعيشوا كما اعطانا ربي يشكرني دواء باش نمشي نعدي ما عندي انت مريض انا ساعات شدني وجاعة هنا ما نمشي للمستوصف ما نجمش نعدي نمشي للسبيطار ما نجمش نعدي ما عنديش باش نعدي 54 غرزة في راسي معمولكم الرب.